وجه نائب رئيس مجلس الوزراء العماني شهاب بن طارق وجه الشكر للرئيس السيسي على الدعوة لعقد مؤتمر السلام. ودعا شهاب خلال كلمته لاستمرار تدفق الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة ووقف التصعيد الإسرائيلي. إن سلطنة عمان ترفض هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضا قاطعا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسلم في تحقيق غاياتنا المنشودة نحو تحقيق السلام العادل والشامل بالاستناد للقانون الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الوفود، أيها الحضور الكريم، لقد أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اهتمامها وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف نزف الدماء بصورة فورية وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء إلى المتضررين